كلمتينو وحي مانتي كساب سنتهاي هميغا مروكتا إيو والولك وانا وح طبيعة قفك الله سعطة الله نولوي إنو مروغون أيو وأول ولا هيو وحقيقة إلهي سبحانه وتعالى وحو لي هاي لقد خلقنا الإنسان في كبد إنسان كوان أبو رني مشقو سوى مرول بكل حجرة هو مرول بلكل ما يعليس مرق والول والبهار دباتوين ساسان بو أبو رني وان أبو رني وحانا كل حق أبو رني مشقو قفكو وحا لكل ما هي وحو كنحو وحكم برغونا هيو حكتيرا يونا هيو دين عوال بعي كغهر يري سنتا نلشان الدنيا دا ايانا سداسا ميل ان ولول اولين ومروغ ايسن اولين ونحدين ايسن اولين وحي تالا آخرة وشنّد إلهي سبحانه وتعالى أركع السجعة قلوب تضطك وأكل النقولي ويا واحد ترى قلبي عامر بالإيمان إيمانك كبوحه إلهي إيمان حوق للسيء صائب تيم مرقد ومركي كنت ما ضه حقوق بليا إنه كرى للنقض بقضائه وقدره جل وعلا أي قابلي مركز سواها كاغم مغضى سوى مصائب بذني أي كل عضي البهجة والسرور فرحت في فرعونان هيا وجهي سكاغم مقني ويا وحان واركا هيا عدو يدا ونباتوين وحو آمسيا هيا هدو كصبره در إلهي أبو صبره أو يرى هذا إنا لله وإنا إليه راجعون أو يرى هذا إله مصبيد يقول عليك أجر سي صبر كهذا دول لي بهذا وحي أغي هاي إنه كرح لي وحيا له وي وأجر حسنات دم بقي سلقوا دافيو آخر الله أقول كيدنا هاي أغي سيئا مركا يدبات هذا سيئا مركا يقول عضوه أرن كيسو وحو كي وحو يا هاي بيت صبر يا وإيمان كيسي هي حقل منا وضعيف مركب مرضو بيتنا هيا ووري بولي يا هاي سيبوي باقي قد عاي مركب مروكتا والولكا نبيك عليه الصلاة والسلام وحاقوب بضانو إلهي كم بيقلي تشري هيا صداءها حد عيونك النبي كم إذا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن إلهم رقية رايا كاما ينقل والعجز والكسل تبردر شيء فعنا أو خير كها أو تبروايو يوهسي أنا أود أن كوهسده والبخل والجبن بخيل نمو يفلي نمو حقي أفلي كنقضى إله وكاما ينقل إلهي بالنبي كما ينقلت حتى ما هدي الدنيا ده أنقف كلا لا أبو ري مرق يولول علاجكم حوية علاجكم وحوي أنكو التسلح بالإيمان المقرون بالعمل الصالح قفكو إنه لبسته وهو بكلك طه إيمان يعمل صالح إنه الدفاع كلك هو حقوقي مركي اللي بدأ قفكو هو هلا إيمان يعمل صالح قول لبسته وحسوك لي قولك إلهي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة رأي الضمر عمل صالح قفك لي ماذا أصدقه مؤمن وحان نولين أن نول الطيبة أو ناكسا وفرس ولذلك أهل العلم وحيا فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح
أدرك الحياة الطيبة من طمأنينة النفس سكون القلب وهدوء البال وراحة الضمير. قفك إلهي اللي بدأ أكل مية إيمان يا عمل صالحة وهو هليلة يا أوقار يا دقناشه يا حسلوني يا قلبي يسوء عن خلخل يا أسكد يا عن دريمين هي أصغى وحويا قلبي يسيل هاي أدتشي مصائبته يدي باتويك يبمرقته بركة تبعضه قف كان ما بعها بقف كي كده عيسى قلبي يبقى قدام حيا القف كان وحول اللي بيسيه هاي الإيمان والعمل الصالح عملك الصالح أبو كده ده بركة وحول كوقا بلا يا نفتي سود دجن أي إلى هاي السنين حياة الطيبة وين حكم إذا حياته الطيبة إلهي إنه كقعد مرقته يولولك ولذلك أهل الجنة في الجنة وحيقرنا يان أهل جنوه جنظة مركي قلان وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إلهي قم هاتو حائس كلا مرقت يتيرا يضع نقاك حي هذا ما عدين ما أنت بحديد ولول باك ولا صاحبي صورنا مطلع بنا يسا ما اللي قد لها إياه قرح ما لكل مدونتا وأول وليس هذا حوغا ميل قشتت هانتي آد يالتت حوغا ميل أكود دارتي وقاتت سراتكو انتونات نمانين والول باتكو نمائي سرعي سام حي كوسو شيك دوران قولا دي وحاو دي بتاياتي دويتو خسارة ميه كوسو شيك دوران فإذا دو محيل اكتاهي والول باكو تاك هذا ساكا علمها اجي وحبرشا يسكول يمدارسو درتت وأول وليس سام حي كوسو نمال الله دوران محا دعي دوران هذه قدام بواحدها والول واحد كشرتاء والبهار إلهي سبحانه وتعالى مرك ماشى مال راح الله وطلق لما مال واحد ويا الله وطلق إن لقى حماشة أو لقى جورة أو حاجة لقى نصت هذا مرك كنت لقى شيء إن أتكلم تي أيدي مدة لقى راح يصير يو لقى نصر يو والول أنت عه هو شد علاء يا هيسا حكم إذا علاج كان إنا قفك أو دريمه أو أغاده وحان كدعا هيا أساقا ودباتوين كالدوان أه إلهي سبحانه وتعالى دبقي سأينه أقول دافيه درجات كان أقوه إنيناه وكان نبي قولي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا أذن ولا هم ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه قفك مسلم كمدعو دال إيا النوك إيا مرض إيا جره إيا مروق إيا والول إيا والبهار إيا وحق نبعه قضح مدبها أهاتي قضح يرعو لغو مدبها أهاتي كمدعو إلا كفر الله بها من خطايا إلهي دنبقي سوء قدافي مركز أكتها قضح لكم مدعي سدنبقي إن لغو قدافي marka aad ogtahay wixii ka weyna sidoo kale in lagu dhaafayo qofku wuxuu helayaa deganaasho iyo dulqaad iyo sabar buu yelnayaa jiradii baa badatay hadda cudurro kala duwan baa batay kuwa kale oo badan oo wadanka dawal looga waayo dibadaha loo qaadayo leeyahay waxba dawo ma la iska celiya ayaa badnaa oo jooga laakiin kani waa caam aad u fara badan waxaas amraaduhu wareegaysaa هذا ما حكى قد ياسن وإن إيمان أُجرى وإن عيشرت إن إلهي أجر حساب سنيس وح الله وحي كود عقد أحبها كم مدة كحسابا ومرك جليا كان حيا إن إلهي سبحانه وتعالى دم بجاك كود عفيو ترى الدرجات إن إلهي أكو كري إلهي وأنا كحساب تطع كذلك وح كم إذا علاجك مركت أهم جوا كم إذا علاجك هذا اليقين بنصر الله إلهي إنه معي جاي هذا مؤمن ضبط هاي إلهي إنه كوجر جاريه وين الرمي سلطة نصر إلهي هنا إلهي معي جاي قوية وين الرمي سلطة هذا تهاي وضد الصحراء منها يوم مؤمنة مروا المملكة وح كدي ذا شاء هذه النفط هذا هجاج وحد هلا إيسا إلهي معي يديس نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقين تإلهي أوسيي سيئ أبو بكر وقدك كتشرة قال الذين عرادين الزوء دول تاغن يهين
ayuu Abu Bakar wuxuu Nabiga ku yiri mid ka mid ah kuwaana dul taagan haduu luguhiisa hoostiisa fiirin lahaa wayna arki lahaa khatarta aan ku jiro meesha aan taagannahay sidii loo dul taagan yihiin markaasaa Nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam maa dhannuka yaa Aba Bakrin bithnayn allahu thaalithuhuma Bakar oo maxaad u malaynaysaa labo kan saddexeeya Alla uu yahay laa taxzan ina allaha macna ha murugoonin ilaahay baa micigeenna ah ha murugoon ha tiiraanyoon walwal iska ilaali ilaahay baa micigeenna ah qof ilaahay micigiisa uu yahay wax ka qaalib noqon kara male magaaladhanna u soo baxday laba nin inay qabato oo disho oo googoyso oo god ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala baa saddex inagu ahbi wax ay inaga qaadayaan male sidii bay noqoto xaqiiqdu marka qofku markuu ogyahay ilaahay miciyadiisa uu shinsanayo ilaahay micigiisa inuu yahay ilaahay u hiilinahayo ilaahay u gargaarayo hadduu wanaagsanaado qofku sidaa markuu ogyahay iyadana waxay murugtii iyo xamigii waxay uga noqonaysaa cilaaj iyo dawo ay u tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ducaa cadiima ayuu akhrin jiray kurbada markay soo food saarto oo ay ku timaado waxaa ka mid ahaa ducooyinkiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiif أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وعكمدها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم نبي صلى الله عليه وسلم سيد البخاري ومسلم أي وريين دعاء سوء أخرين شري مركت يكر بدأ أكتير dad badan baa kaa jiran kuwo badan baa fakhri dhulka la yaala adigaan waxba hayn oo daymaysan ku celceli laa ilaaha illa allah kelimaadkaas kurbada ah ilaahay uu ku faydahayo oo kaaga qaadahayo ku celceli laa ilaaha illa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin nabiyullaahi yuunus baa ilaahay ku badbaadi badda gunteeda malay calooshiis ku jira kelimada cadiimka ah kurbada ilaahay ummadda uga faydo ayada qabso oo ku dhig meelo kale ha quul darayn meelo kale ha fiirfiirin xarigaa qabso oo ku dhig ilaahay baryihiisa badi subxaana wa tacaala kelimaadka cadiimka ku didaal ilaahay waa kaa faydaya kan jiran baa ilaahay kuu caafin kan deymaysan baa ilaahay deynta ka saari kan ilaahay subxaana wa tacaala lumay baa ilaahay noo soo celin kan waxa weeyaan hidaayada raadinaya ilaahay noogu hanuunin waa in ducada iyo baryaha la badiyaa